كتعرفوا الأبناك التشاركية تأسست في 2017، إذن أبناك جديدة. احنا كنا من اول الابناك اللي من اوائل الابناك اللي نشات، ولكن التجربه ديال المجموعات التجاريه وفا بنك مع الابناك التشاركيه ب 2010 كانت عندنا دار الصفاء اللي كنا بدينا كندير فيها المنتوجات التشاركيه، والحمد لله لقد صدى جيد خلال 7 سنوات. دابا بنك الصفاء اللي انا طارق بن نصي رئيس مجلس الاداره ديالها، دائما تبغى تكون رائده بحال اللي كانت المجموعات التجاريه وفا بنك رائده، احنا رائد بغينا نكون رواد. وفي هذا الاطار قررنا باش نطرحوا جوج منتوجات جديده في السوق مع الشريك ديالنا وفا تكافل، اللي هي واحد الفرع ديال وفا اسيورونس وديال المجموعه التجاريه وفا بنك اللي كدير التكافل اللي هو لاسيورونس ديال الابناك التكافليه. درنا معاهم تكافل ديال الحياه، ودرنا معاهم تكافل ديال المنزل، القروض المنزليه، ودابا غنديروا معاهم جوج منتوجات جديده مهمه. الاول هو التكافل، تكافل التقاعد، وكما كتعرفوا بزاف ديال المغاربه اللي عندهم تقاعد منهم موظفين ومستاجرين ولكن ما كيقدهمش، لان راكم كتعرفوا الزمان كيفاش ولا، اذا كيبغيو يديروا تقاعد تكميلي. وفي هذا الاطار كيمكن لهم يديروا تقاعد تكميلي ويستافدوا من واحد الخصم ضريبي اللي كانت منحلو لهم الدوله، ولكن كاين شريحه كبيره اخرى كثيره اللي ما عندهمش كاع التقاعد، وهادو غيكونوا مهتمين بهذا المنتوج اللي هما التجار والحرفيين ورجال الاعمال والاطباء والمحاميين والمهندسين وجميع المهن الحره اللي ما عندهمش تقاعد واللي كيبغيو يديروا التقاعد، ولكن في واحد الصبغه اللي كتناسب المعتقدات ديالهم بواحد الصفه تكافليه. وحنا فخورين بان اول بنك اللي غيدير هذه المنتوجات هذه، وان شاء الله غيمكن لهم يوفروا كل واحد على حساب الجهد ديالو ابتداء 200 درهم في الشهر، وغيوفروا غيكون عندهم واحد الخصم ضريبي، وغيمكن لهم ديك الساعه في التقاعد ديالهم فلاش ديال التقاعد ياخذوا واحد التقاعد اللي غيناسبهم، ولا قدر الله وبغى حتى شي حاجه كيمكن له ياخذ اما اون افونس ولا ياخذ لوغاشا ديالو. طبقا للقانون خصو يكمل 8 سنين وتكون عنده 45 سنه باش ما يكون عنده تخصم في التقاعد ديالو. اذا واحد المنتوج اللي سهل وسوبل كيمكن له يطلع السومه يبدا 200 درهم ويطلع 1000 درهم ويعاود يهبط على حسب كل واحد والقدرات الشرائيه ديالو. والمنتوج الثاني اللي هو واحد المنتوج اللي احنا فخورين به، لانه هو واحد المنتوج نقولوا اجتماعي اللي كيمشي مع الفلسفه ديال البنوك التكافليه، اللي ما قصدناش منه الربح، لان دايرينه مع وفا تكافل، وهو ابتداء 100 درهم و200 درهم سنويا. الخلاصه ديالو هو ان الزبون كيجي كيدير هذا المنتوج هذا وكيعطينا واحد المستفيد، الزوجه ديالو، الاخ ديالو، الولد ديالو اللي كيعطيه لنا بالسميه ديالو وبالنمره ديال لاكارت ناسيونال، ولا قدر الله توفى هذا الزبون والموت علينا حق، كيجي هذاك المستفيد غير بشهاده الدفن، واحد الحاجه بسيطه يجيب لنا شهاده الدفن وكياخذ واحد المنحه. الا كان دار 100 درهم كنعطيو 15000 درهم واحد لا سوم دارجون، والا دار 200 درهم كنعطيو 30000 درهم اللي كيمكن له يديرها في ديك العزو. اي دونك حنا سمينا تكافل الصبر، لان دائما في العزاء كنقولوا الله يصبركم، هاد المبلغ البسيط ما يعوضهمش على الميت ديالهم وعلى الفقدان ديالو، ولكن بعدا غير في ديك الوقت الصعيب ديال اللي كيكونوا الناس تارفين في الجنازه الله يحسن العوان توسا، بعدا كيكون ديك المبلغ باش يقضيو، وديك الساعه ربي كبير وغيصبرهم. مي هادي الفلسفه ديالو، سيكو بغينا نوقفوا مع الناس وكنفكروا باش نديروا شراكات، لان عندنا بزاف ديال الزبناء اللي بغى يديروا المستاجرين ديالو واللي بغى يديروا لي زومبلوي دو ميزون ديالو وديك الشيء، باش حتى هو ما عنده لاش عنده 100 ديال الخدامه، ماشي اشاك فوا يموت شي واحد خصو يجبد باش كيشجعهم. والكمال على الله، وكنتمناو تكون دائما بنك الصفا رائده في هذه المنتوجات، وغيكون خلال هذه السنه منتوجات اخرى باش نكملوا لوفر ديالنا ان شاء الله، باش ما نخليوش هاد الزبناء ديالنا التشاركيه تمشي تقلب على منتوجات اخرى في الابناك التقليديه، لانهم ديجا جاوا عندنا عندهم هاد القابليه للبنوك التكافليه، بغينا نديروا لهم هاد المنتوجات، وان شاء الله خلال السنه غنتواصلوا معكم في منتوجات جديده ان شاء الله، والله يوفقنا جميعا. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.